إسرائيل نتيجة الضربة اللي تمت في 5 يونيو 1967 نجحت في أنها تخرج معظم الطيران المصري أو القوات الجوية المصرية خارج الخدمة العسكرية. فكان موقف الطيران عندنا موقف صح، وكان لديها هي في تلك المرحلة الحقيقة أنها تحصلت على أحدث ما هو موجود من منظومات الطيران في العالم، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. فكان موجود عندها بقى طيارات الفانتوم، أحدث ما موجود، الطيارات السكاي هوك، الطيارات الميراج، وإحنا عندنا دوب عدد محدود من الطيارات الميج والسخوي خلاص. فكان هناك تفوق كبير جدا في القوات الجوية الإسرائيلية، لدرجة أنهم في إسرائيل أطلقوا عليها من وجهة نظرهم يعني أنها اليد الطولة الذي يستطيع من خلالها أن يقوموا بضرب أي هدف من الأهداف اللي موجودة داخل مصر. ومع ذلك عملت معركة القوات الجوية في 15 أكتوبر. لا مش معركة الجوية بس، ده نفسي تقول لي طب ده على سبيل المثال. دي بالظبط دي أحد الأمثلة. ازاي تعاملتوا بقى يا مصر وانتوا ما عندكوش طيران؟ ما انا عشان اعيد بناء الطيران تاني وعشان يوصل لمستوى القوه اللي وصل ليها الطيران الاسرائيلي دي عايزه سنوات طويله. طيب في المرحله دي اللي هم بيهددونا فيها وضربوا اهداف مدنيه بالاضافه للاهداف العسكريه هنسكت؟ لا، انشانا بقى ما اطلق عليه في تلك المرحله الحقيقه قوات الدفاع الجوي. قوات الدفاع الجوي دي برضو منظومة يعني الواحد كل ما بتذكر كده أكتوبر بتبين عظمة المصريين. تخيل حضرتك بتنشئ سلاح جديد، طب فين الخبرات اللي موجودة وفين وفين الإمكانيات وفين وفين إنك إزاي في برضو سنتين ثلاثة تبني هذا السلاح وتوجد منظومة دفاع جوي أوجدت ما أطلقنا عليه حائط الصواريخ في ذلك الوقت اللي كسر ايد الطيران الاسرائيلي. الطيران الاسرائيلي وصل الى مرحله رغم انه لديه التكنولوجيا الاعلى ما يقدرش يقرب من الحدود المصريه او يخترق خط القناه نتيجه وجود الدفاع الجوي اللي تم. فدي المعركه رقم حضرتك ثلاثه بقى، يعني ادي ثلاث معارك.